الحلقة الماضية كنا استعرضنا نماذج أسئلة طرحت في الامتحانات السابقة، وقلنا أن الأسئلة على أنواع، منها هذا السؤال الذي وعدتكم بالإجابة عنه. وسبب اختياري لهذا السؤال بالذات هو كونه غير مرفق بأسئلة فرعية، وهذا يتطلب من الطالب أن يجتهد في وضع خطة للإجابة ويبتكر عناصر لا تخرج عن إطار المطلوب في السؤال، وهذا هو ما نريد الوصول إليه من خلال حل هذا السؤال. فلنشرع إذن في الإجابة، ولنبدأ أولا بقراءة السؤال، وفهم السؤال كما يقال هو نصف الإجابة. السؤال يقول: يرى بعض الفرنسيين والمتعاطفين معهم أن دوغول منح الاستقلال للجزائر، فصل في الأدلة التي تثبت انتزاع الجزائر لاستقلالها، وتدحض هذا الادعاء من خلال مقال تاريخي. لاحظ السؤال هنا لا يتضمن أسئلة فرعية كما قلنا، لكنه يتضمن شطر يوجه الطالب، وهو فصل في الأدلة التي تثبت انتزاع الجزائر لاستقلالها، وتدحض هذا الادعاء. وكان يمكن لوضع السؤال أن يصعب الموضوع فيقول: يرى بعض الفرنسيين والمتعاطفين معهم أن دوغول منح الاستقلال للجزائر، حلل وناقش. وطبعا في الحالتين على الطالب أن يبتكر خطة لتناول الموضوع، وهنا سأعطيكم نموذج، وهذا النموذج يفيد الطالب في أمرين اثنين: أولا في موضوع السؤال نفسه، لكن أيضا يجعلك تتفطن إلى طريقة التعامل مع مثل هذه الأسئلة من الناحية المنهجية. البداية طبعا بالمقدمة وطرح الإشكال، وها هي المقدمة: منذ اندلاع الثورة في نوفمبر 54 وحتى عودة دوغول إلى الحكم سنة 58، تعاقبت على الحكم في باريس 7 حكومات فشلت كلها في القضاء على الثورة الجزائرية، وهذا رغم المجهود الحربي الكبير الذي بذلته من أجل ذلك. أثار هذا الفشل مخاوف كبار المستوطنين في الجزائر، فدفعهم ذلك إلى البحث عن رجل يستطيع إنقاذ فرنسا من هذه الأزمة ويحافظ على الجزائر فرنسية، فرأوا في دوغول الرجل المناسب لهذه المهمة، فتحالف مع كبار قادة الجيش الفرنسي في الجزائر من أجل قلب نظام الحكم، وبالفعل نجحوا في ذلك، فعاد دوغول إلى الحكم إثر الانقلاب الذي وقع في 13 ماي 1958. أمضى دوغول ما يقارب 4 سنوات وهو يحارب الثورة بكل الوسائل، لكن الثورة استمرت إلى أن تمكنت من انتزاع الاستقلال. ورغم كل هذا نجد من يدعي بأن دوغول منح الاستقلال للجزائر، فما هي الأساليب التي انتهجها الجنرال دوغول في مواجهة الثورة الجزائرية؟ وهل هذه الأساليب تدل على أن دوغول منح الاستقلال للجزائر، أم أنها تدحض هذا الادعاء وتثبت أن الجزائر انتزعت استقلالها انتزاعا؟ أولا تلاحظون من الناحية الشكلية حجم المقدمة جاء في 10 أسطر، ربما البعض يراها طويلة، لكن الفكرة لم تكتمل إلا عند هذا الحد. المهم ليس هناك كلام زائد. نعم لا بد من تجنب الإطالة في المقدمة، لكن نتفادى أيضا الإيجاز المخل، أي أكتب كلام لا يؤدي أي معنى. وتلاحظون أيضا المقدمة فيها علامات الوقف، فيها تواريخ تضع القارئ في الصورة، فيها طرح الإشكال لا يخرج عن إطار السؤال. بعد المقدمة نشرع الآن في صلب الموضوع. والنقطة الأولى التي تنفي منح دوغول الاستقلال للجزائر هي الظروف التي أتت بدوغول إلى الحكم، فهذه الظروف تؤكد أن دوغول عاد إلى الحكم من أجل أداء مهمة، وهي القضاء على الثورة، وليس منح الاستقلال للجزائر. فالانقلابيون الذين أطاحوا بالجمهورية الرابعة في سنة 58 وفاوضوا دوغول وأقنعوه بالعودة إلى الحكم كان على هذا الأساس، فقد رأوا فيه الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقضي على الثورة
ويحتفظ بالجزائر فرنسية، كما أنقذ فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية من الاحتلال النازي. والجنرال دوغول نفسه حين قبل بالعودة كان هدفه أيضا هو القضاء على الثورة، والدليل على ذلك تصريحاته الكثيرة التي تؤكد إيمانه بفكرة الجزائر الفرنسية. فعند زيارته الأولى إلى الجزائر صرح دوغول قائلا: إن الجزائر أرض فرنسية وستبقى فرنسية إلى الأبد. وقال في تصريح آخر: إن فرنسا هنا وهي مقيمة بالجزائر إلى الأبد. إذا منح الاستقلال للجزائر لم يكن أبدا ضمن أجندة دوغول حين قبل العودة إلى السلطة. ومعروف أن دوغول اشترط مقابل ذلك إعطائه صلاحيات مطلقة خاصة في قضية الجزائر. وقد جاء دستور الجمهورية الخامسة في سبتمبر 58 يؤكد أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. هذا أولا. ثانيا، سياسة دوغول والأساليب التي استخدمها في مواجهة الثورة. فهذه الأساليب كانت كلها تدل على أن هدف دوغول هو القضاء على الثورة. وهذه الأساليب معروفة سجلها التاريخ، وهي ثلاثة أنواع من الأساليب. ألف، أساليب عسكرية. فمعروف أن دوغول صعد الحرب ضد الثورة، وسنوات حكمه كانت سنوات صعبة جدا بالنسبة للجزائريين، سواء بالنسبة للمجاهدين في الجبال أو جماهير الشعب في المدن والأرياف. ففي عهده تم تطبيق ما يسمى بمخطط أو برنامج شال، وهو عمليات عسكرية كبرى شنها الجيش الفرنسي على مختلف مناطق الجزائر خلال سنتي 58-59 بهدف القضاء على الثورة في الجبال. وكان أكبرها عملية المنظار جمال في الولاية الثالثة التي قادها الجنرال شال بنفسه ومعه أكثر من 50,000 جندي. وهذه العمليات صنعت جحيما في الجزائر. في عهد دوغول أيضا تم تصعيد أعمال القمع والتعذيب في المدن والأرياف. وفي عهده أيضا تم التوسع في إنشاء المحتشدات وتهجير نحو 3 ملايين جزائري إليها، أين كانوا معرضين للجوع والبرد والحرب النفسية لعزلهم عن الثورة. في عهده أيضا تم إنشاء خط شال المكهرب على الحدود الشرقية والغربية لدعم خط موريس لإحكام غلق الحدود ومنع دخول السلاح، وبالتالي عزل الثورة عن الخارج. هذه الخطوط التي تسمى بخطوط الموت. في عهده أيضا تم تجنيد عشرات الآلاف من الحركة والجومية لمواجهة الثورة. وفي عهده أيضا قاربت إعداد الجيش الفرنسي 1 مليون جندي، وهو عدد لم يسبق أن وجد في مستعمرة من المستعمرات، وهم مسلحين بأحدث الأسلحة التي أنتجتها ليس مصانع فرنسا فقط، وإنما مصانع الغرب خاصة السلاح الأمريكي. واستخدمت فرنسا في الجزائر حتى سلاح النابالم المحرم دوليا. فهل فعل دوغول كل هذا ليمنح الجزائر استقلالها؟ طبعا المنطق يقول أن كل هذا المجهود الحربي كان الغرض منه هو القضاء على الثورة والاحتفاظ بالجزائر فرنسية. ثم هناك أساليب إغرائية. فإلى جانب الأساليب العسكرية استخدم دوغول أيضا أسلوب الإغراء، وهو ما يسمى بسياسة الجزرة والعصا. ويتمثل أسلوب الإغراء في مشروع قسنطينة الذي أعلن عنه في 3 أكتوبر 58 من قسنطينة. وقد نص هذا المشروع على إصلاحات اقتصادية واجتماعية تقوم بها فرنسا في الجزائر على مدى 5 سنوات بين 59-63، تتمثل في توزيع كذا 1000 هكتار من الأراضي على الفلاحين الجزائريين، وإقامة كذا 1000 سكن، وإحداث مناصب شغل للجزائريين أيضا. وهذا مشروع اقتصادي في ظاهره لكنه سياسي في أهدافه، إذ يرمي إلى إلهاء الجزائريين وصرفهم عن الثورة. لذلك لو كتب للمشروع أن ينجح لماتت الثورة في الجبال، لأن الثورة لا يمكن أن تستمر بدون دعم الشعب.
وهنا يمكن أن نستشهد بمقولة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ الذي قال أن الثورة تعيش في وسط الشعب كما يعيش السمك في وسط الماء. ثم هناك مناورات سياسية الهدف منها أيضا تصفية الثورة، وهنا نذكر ما يعرف بسلم الشجعان لابي دي براف في 23 أكتوبر 1958، وهو دعوة للثوار إلى الاستسلام ووضع السلاح مقابل ماذا؟ ضمان سلامتهم والاعتراف بشجاعتهم فقط. كان دوغول يسمي المجاهدين بالمتمردين ويصفهم بالخارجين عن القانون، أما هذه المرة فقد وصفهم في خطاب له بالأبطال وبالشجعان ودعاهم إلى وضع السلاح. وطبعا هنا دوغول يريد أن يلعب على عواطف المجاهدين، لكن هذا لم ينطلي عليهم. نواصل. ومن مناورات دوغول أيضا الاعتراف الخطابي بحق تقرير المصير للجزائريين في 16 سبتمبر 1959، طبعا بعد أن أفرغه من محتواه وأحاطه بشروط تجعله مستحيل التحقيق، منها إجراء الاستفتاء بعد مرور 4 سنوات يتوقف فيها القتال ويسود السلم. وهناك مناورة أخرى أيضا وهي فكرة الجزائر الجزائرية التي جاء دوغول ليروج لها أثناء زيارته إلى الجزائر في ديسمبر 1960، دون أن ننسى مناورات الطرف الفرنسي أثناء المفاوضات التي استمرت ما يقرب السنتين، طرحت خلالها العديد من الأفكار كفكرة وقف القتال قبل بدء المفاوضات وإشراك أطراف أخرى غير جبهة التحرير في المفاوضات وفكرة تقسيم الجزائر، وكل هذا يدل على أن دوغول عمل كل ما بوسعه للقضاء على الثورة لتبقى الجزائر فرنسية، بل إن حماس دوغول في محاربة الثورة جعله يتابع بنفسه أحيانا سير العمليات العسكرية، فكان يزور الجزائر من وقت لآخر ويجتمع بضباطه ليرفع معنوياتهم ويدرس معهم الوضع الحربي على الخرائط وعلى الأرض التي تدور فيها المعارك. فهل فعل دوغول كل هذا ليمنح الجزائر استقلالها؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك عنصر آخر يدل على أن دوغول أجبر على القبول باستقلال الجزائر، وهو الانعكاسات التي أفرزتها حرب الجزائر على الوضع الداخلي لفرنسا وعلى مكانتها الدولية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية: ضخامة نفقات الحرب التي بلغت في مطلع الستينات 3 ملايير فرنك فرنسي في اليوم، وهو ما أنهك اقتصاد فرنسا. هذه النفقات أوقعت فرنسا في أزمة مالية وجعلتها تلجأ إلى الاستدانة الخارجية والزيادة في الضرائب على مواطنيها، وأثر ذلك على الوضع الاجتماعي ما جعل فئات من المجتمع الفرنسي تستنكر استمرار الحرب وتدعو حكومة بلادها إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة. فهناك رجال الثقافة ونقابات العمال ومنظمات طلابية كلهم كانوا يصدرون بيانات ينددون بهذه الحرب ويدعون بلادهم إلى ضرورة وضع حد لهذه الحرب. أيضا النساء الفرنسيات كن يرفضن تجنيد أبنائهن للحرب. وعلى المستوى الخارجي تدهورت مكانة فرنسا ووصلت إلى الحضيض، حتى أن دوغول وصف بلاده في مذكراته بأنها أصبحت رجل أوروبا المريض. وفقدت فرنسا تحت ضغط الثورة الجزائرية مستعمراتها في إفريقيا، فدوغول وقع على استقلال 12 دولة في إفريقيا سنة 1960. ولا شك أن كل هذه الانعكاسات كانت تضغط على دوغول وتدفعه إلى مفاوضة جبهة التحرير والتسليم باستقلال الجزائر في الأخير. وفي الخاتمة يمكن أن أكتب مثلا: هكذا يتضح مما استعرضناه أن الجنرال دوغول خلال سنوات حكمه التي تزامنت مع الثورة الجزائرية قد فعل كل ما بوسعه
وسخر كل إمكانات فرنسا العسكرية والمالية للقضاء على هذه الثورة، بل إنه ضحى بالكثير من المستعمرات في إفريقيا من أجل الاحتفاظ بالجزائر الفرنسية. ودوغول نفسه يعترف في مذكراته بالانهيار الذي أصاب بلاده، واعترف أيضا أن الشعب الفرنسي قد سئم الحرب وكذلك حلفاء فرنسا، وأن الجزائر أصبحت بالنسبة للفرنسيين صندوق الأحزان، وأنها أصبحت تكلف فرنسا أكثر مما تربح منها. لذلك فإن دوغول رأى ضرورة إنقاذ فرنسا من هذه الأزمة، وذلك بمفاوضة قيادة الثورة وإجراء استفتاء شكلي أفضى إلى اعترافه باستقلال الجزائر. لعلكم إخواني الطلبة لاحظتم معي هنا أننا ناقشنا هذه الأكذوبة التي يروج لها البعض، والتي ترمي إلى نكران تضحيات الجزائريين في سبيل استقلالهم، هذه الجزائر التي كان مهر استقلالها أغلى المهور، وترمي أيضا إلى جعل دوغول الذي سقط في عهده نحو 80% من شهداء الثورة هو بطل استقلال الجزائر. فبمثل هذه الإجابة تكون قد برهنت بأدلة تاريخية ومنطقية بأن دوغول كان هدفه هو القضاء على الثورة بكل الوسائل، حتى باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وحتى ولو أدى ذلك إلى إبادة آلاف الجزائريين. أخيرا أتينا على نهاية الإجابة، وما أريد أن أنبه إليه الطلبة قبل أن أختم هو أن غرضي من هذه الإجابة المفصلة ليس أن تعرف كيف تجيب على هذا السؤال بالذات إن طرح في الامتحان، إنما الغرض الأهم هو أن تتدرب على طريقة الإجابة، وكيف نربط بين ما نسرده من معلومات بالمطلوب في السؤال. فقد لاحظتم في كل مرة نذكر القارئ أن هذه الأساليب هدفها هو القضاء على الثورة وليس منح الاستقلال، فيجب الحذر في سرد معلومات دون ربطها بالمطلوب في السؤال. ربما أطلت في الإجابة على السؤال، لكن عذري هو أن السؤال يطلب منا أن نفصل في الأدلة التي تثبت أن الجزائر قد انتزعت استقلالها بالقوة، وتنفي الادعاء الذي ينشره البعض وهو أن دوغول هو الذي منح الاستقلال للجزائر. مرة أخرى أجدد شكري لكل من تابعني في هذه الحلقة، وأتمنى أنكم استفدتم كما استفدتم من الحلقة الماضية. أدعو المشاهدين الكرام أن يجعلوا تعليقاتهم في أسفل الفيديو على اليوتيوب، فهذا يسهل لي قراءة هذه التعليقات وربما الرد عليها وتقديم توضيحات أخرى في الموضوع، وأيضا حتى بالنسبة للايك الإعجاب فهذا ينفع أكثر حين يكون في أسفل الفيديو، فكثرة هذا اللايك يساعد على نشر الفيديو لعدد أكبر من الناس لتعم الفائدة إن شاء الله. في الأخير أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.